السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصل اليوم إجهاز الطلبة. كما تبين هذه الوثيقة، الشخص خضع لعملية جراحية وبطبيعة الحال كما نلاحظ لا يتمكن من تناول الأطباء على الفم، لذلك نقوم بحقنه بالمصل. هذا هو المصل. المصل عبارة عن سائل يحتوي على ماء به مواد اغتياتية للوباء مثل الجلوكوز وكلورو الصوديوم. هذه المراحل تجعل نطرح المشكل التالي: ما هي التحولات التي تخترعها الأغذية لكي تصبح عبارة عن جزيئات بسيطة ودقيقة ذوبابة في الماء؟ للإجابة الحالية لهذه المشكلة سنقوم بمجموعة من الأنشطة. النشاط الأول سنتعرف على أعضاء جهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يتكون من الفم المناري والمعدة، المعي الدقيق والمعي الغائب. هذه الأعضاء تشكل ما نسميه البو الهضمي. لكن الجهاز الهضمي بالإضافة إلى أعضاء البو الهضمي يشتمل كذلك على الغدد الهضمية، لذلك على مستوى الفم الغدد اللعابية، على مستوى المعدة الغدد المعدية، وهي الغدد المجهرية توجد على جدار المعدة. على مستوى المعدة الدقيق لدينا كذلك غدد مجهرية تسمى غدد المعدة. البنكرياس تعتبر هي كذلك غدة لأنها اتصال مع المعي الدقيق، جزء من المعي الدقيق على القناة المسمية بالقناة البنكرياسية. الكلب كذلك لها اتصال مع جزء من المعي الدقيق عبر قناة مرارية مرتبطة بالمرارة، لكن الكلب لا تعتبر غدة هوية لأن الصفراء لا تحتوي على أنزيمات. تابع. هذا فقط شريط فيديو يبين لنا عن الشريك للأبد كي يبين أو كي يلاحظ محتوى كل من المعدة والمعي الدقيق، ويوجد مقارنة بين محتوى الاثنين مع الأغذية قبل تناولها لكي نتعرف على تحولات من صحة الميكانيكية التي تخضع لها هذه الأغذية. الشريط سيكون لنا بعد الوقت، إذا سنتابع. النشاط الثاني كما ستلاحظون سنتعرف على مختلف التحولات التي تخضع لها الأغذية حسب مستوى البو الهضمي. نلاحظ إذن على مستوى الفم كما سنلاحظ بطبيعة الحال الأغذية تخضع للمضغ بواسطة الأسنان ثم تمتزج باللعاب فتشكل لنا ما نسميه اللقمة الغذائية. يتم ابتلاعها للقمة الغذائية فتتجه بطبيعة الحال نحو المريء القناة التي تربط بين الفم وبين المعدة كما سنلاحظ ذلك. إذا تمر على المريء في اتجاه كيف؟ في اتجاه المعدة، في اتجاه المعدة. على مستوى المعدة سوف تختلط العصارة المعدية التي تفرزها الغدد المعدية المتواجدة على جدار المعدة. بالإضافة إلى هذه العملية سنلاحظ أنها تخضع كذلك لتحولات ميكانيكية بفرض تقلصات جدار المعدة. هذه التقلصات تحدث إلى صحة التعبير تحولات ميكانيكية للقمة الغذائية داخل المعدة. بعد ذلك كما سنلاحظ تتجه الأغذية نحو المعي الدقيق على مستوى جزء طولي المعي الدقيق الذي يسمى الاثنى عشري، سوف تختلط وتمتزج بالعصارة البنكرياسية القادمة من البنكرياس وبالصفراء القادمة من المرارة عبر قناة المرارة. نعلم أن المرارة متصلة بالكبد وأن غدد خلايا كبدية هي التي تفرز الصفراء وتتجمع على مستوى المرارة. بطبيعة الحال بعد المعي الدقيق ستمر الأغذية نحو المعي الغليظ. إذن بعد المعي الدقيق ستمر نحو المعي الغليظ، وعلى مستوى المعي الغليظ ستشهد كمية كبيرة من الماء قبل أن تطرح تلك الفقرات الناتجة عن عملية الهضم. تابع. إذن نتيجة النشاط والملاحظة التي سجلناها قبل اللحظات كما بينا لكم قبل اللحظات على التابع. نشاط غير موالي هو عبارة عن تجربة تبين لنا هضم النشاط في الزجاج. كما تلاحظون العدة الجليدية التي سوف نستعملها لدينا غلاف اختبار ثم إناء يحتوي على ماء درجة حرارته 37 درجة سي ما نسميه بالبالماري، لدينا كذلك جزيئات من النشا وكيمياء من النشا ثم أنزيم يوجد على مستوى الدعاء نسميه النشا. ننجز بالإضافة إلى ذلك التعديل لدينا كذلك اختبار سنستعمل سنقوم باختبار النشا واختبار جلوكوز باستعمال المسينات تحدد لنا وجود او عدم وجود سواء جلوكوز سواء نشا. نبدا نضع كيف من الماء داخل الحبوب الاول ثم نضع كيف من الماء داخل الحبوب الثاني، نضع كذلك كيف من النشا داخل الحبوب الاول كيف من النشا داخل الحبوب الثاني. لكن بالنسبه لانزيم النشوات سنضع فقط انزيم النشوات في الحبوب الاول دون ان نضع في الحبوب الثاني، ثم سوف
ننتظر حوالي 20 دقيقة قبل أن ننجز عملية اختبار وجود أو عدم وجود نجاة أو وجود أو عدم وجود بليكوز. نعم، بعد حوالي تقريبا 20 دقيقة من الاستيعاب فعلا سنقوم الآن باختبار النجاة. هل النجاة ما زالت موجودة أم لا؟ إذا نضيف قليل من الماء اليودي داخل الأول. نعم، نلاحظ عدد أي تغير على مستوى اللون بالنسبة للبلبو التالي. نضيف كذلك قطرات من، لاحظوا معي تغير اللون في البلبو البيض، الشيء الذي يدل على أن النشا لا زالت موجودة، بينما بالنسبة للبلبو الحار عدم حصولها على التلون الأزرق لكن يدل على أن النشا غير موجودة، رغم أننا نضع النشا في بداية التجريب. ننتقل إلى جبل تناول اختبار لاختبار جلوكوز، ولكن في هذه الحالة سنستعمل فقط مسينات تغير اللون بحد دون وجود أو عدم وجود هذه الأغذية سواء النشا سواء بالنسبة لهذه الحالة جلوكوز. إذا نضع المسين الأول هو الأول، ثم لاحظوا اللون اتخذ لون بنفسجي ولون بنفسجي يدل على وجود جلوكوز. المسين الثاني نضعه في الوجوه الثاني. لاحظوا معي عدم تغير اللون، هذا يدل على أن الأنبوب لا يحتوي على جلوكوز. ماذا نستنتج من هذه الجملة؟ الأنبوب A حيث وضعنا النشا والنشواز تحول إلى النشا إلى جلوكوز، بينما الأنبوب B وضعنا فقط النشا مع الماء لم تتحول إلى جلوكوز. لذلك تتحول النشا إلى جلوكوز، سكر مختزل بشكل ما صح. نتقبل الأمر أنزيم النشواز الذي يوجد كما سبق في المستوى الأول. إذا نتيجة العشرة التي تقوم بالحضارة على نفس النقاط المتابعة. الجريبة الآتية الآن النشاط الرابع سيكون بحاول أن نبين كما لاحظت تأثير العصارة المعدية على البروتينات. إذا نبدأ الجريبة الأولى. العدة الجريبية واضحة كما نلاحظ بالضبط. إذا سنضع كمية من الماء المنبوب الأول ثم كمية من العصارة المعدية في الإناء التالي. نعم. ثم نضع قطعة لحم في الإناء الأول ثم قطعة لحم في الإناء الثاني. سنلاحظ تأثير كل من الماء والعصارة المعدية على قطعة اللحم. لاحظوا معي قطعة اللحم المتواجدة على مستوى العصارة المعدية تحولت إلى جزيئات ذوبان في الماء، بينما بالنسبة لقطعة اللحم الموضوعة على مستوى الإناء التي تحتوي على الماء ضربت كما في، هذا يؤكد لنا أن العصارة المعدية تحتوي على إنزيم يحول البروتينات إلى جزيئات صغيرة ذوبان في الماء. إذا استنتجنا أو نتيجتنا من النشاط كنشاط كذلك قبل الحضر، إذا بسرعة يتبين لنا أن في مستوى المعدة كمية من البروتين تتحول إلى عالية البروتين في جزيئات صغيرة أو في جزيئات صغيرة جزيئات صغيرة، وأن هذا التحول يتم بفضل أنزيم يوجد في العصارة المعدية ويسمى بيكتين. لكن العصارة المعدية تتميز بكونها أنها تحتوي على حمض بشكل عام. المعدة تعتبر مستوى حمضي، مكان عضو حمضي بسبب ماذا؟ بسبب وجود حمض HCl حمض كلوريد. تمام. هذا فقط يبين لنا مختلف التحولات التي تقطع لها الاغذيه. اذا على مستوى الفم النجاه مع الماء بفعل انزيم النشوات تتحول الى مالطوز. المالطوز بدوره سيخضع لتوصيل جزيئيه انه ليس هو اصلا جزيئيه سكريه، انما مع انزيم او بفضل انزيم مره سيتحول الى جلوكوز. بروتين كما بين ذلك بفضل انزيم بروتيه تتحول الى البروتين. عدد البروتين الاحمر انيه بالنسبه للدوريه ستصبح في نهايه المطاف عباره احمر دوريه. ما نحصل عليه في نهايه هذه التفاعلات هي عباره عن جزيئات صغيره ذوبه في الماء. سنبين ذلك. فعلا سنبين ذلك بفضل هذا المتحرك فاش على مستوى الفم كما نشرنا الى ذلك. جزيئات النشا تخلو الكلمه وتتفاعل مع الماء وتتحول الى جزيئات صغيره وهي جزيئات مصاص. جزيئات الماكوس تتكون من جزيئتين جلوكوز. إذن عملية تفصيل جزيئة الأخمر تم تفصيلها جزيئيا بعد أن جزيئات أصغر وهي جزيئات الماكوس. على مستوى المعدة كما بين الله تعالى جزيئات البروتين الضخمة التي تتكون من عدد كبير من جزيئات الأخمر آنية بفعل أنزيم البروتينات وأنزيم البيبتين كما أشرنا إلى ذلك فتتفاعل مع الماء وبطبيعة الحال ستعطينا جزيئات أصغر. نعم، وهي عديد البيبتين وعدد البيبتين يتكون من عدد اقل من الاحمر الاليه ليس باختلاف البروتين التي اشرت اليها سابقا. تفاعل هذه الجزيئات مع الماء يسمى الحلم، هذا واحد منهم.
بقي لنا مستوى المعرفة الدقيق، لنا على مستوى المعرفة الدقيق. تحدث عدة تحولات كيميائية، نبدأ بتحول جزيئات المنطاف، إذا هنا يتدخل إنزيم مثلا إنزيم المنطاف في الأعلام، يتفاعل هنا مع جزيئات المنطاف بفضل وجود إنزيم المنطاف، ونحصل على جزيئات منفصلة كما نلاحظ، هي جزيئات جلوكوز والأصغر جزيئة للسكريات. بالتالي بالنسبة لعملية الكتيل الشرط اليسار الأخر، في هذه الحالة سيحدث كذلك عملية تفصيل جزيئي والإفادي حالة بفضل بروتية ثلاثة بجوش، وسنحصل كما سنلاحظ جزيئات أحمر أمنية منفصلة وهي أصغر جزيئة بروتين وهي جزيئات أحمر أمنية. بالتالي بقي لنا أن نتكلم على الكميات. تلقاها من الدنيات أول عملية تختار لها وهي عملية الاستدلال بفضل الصفراء التي تفرزها الدليل كما أشار إلى ذلك سابقا. إذا الصفراء تحول القطرات الدنيات إلى قطيرات دنية دقيقة، وسنعرف ما هذا الحال من جميع في هذه الحالة تكون قطيرات دنية صغيرة وجزيئات دنية صغيرة، الآن بإمكان الإنسان أن يباص أن يتدخل ويعمل على تقسيمها جزئيا كما سنرى بالفعل. تحت التفاعلات التي أشرنا إليها مع الماء بفضل أنزيم الليمباز، أنزيم يسمى الليمباز، فنلاحظ أن جزيئات الدنيا انفصلت شكل كلام بطبيعة الحال نسميه بالأحمر الدنيا وغليسيرو، أحمر الدنيا وغليسيرو. تقسيم جزيئي لجزيئات الدنيا ينتج عنه أحمر الدنيا وغليسيرو. بالتالي إذا نتيجة نشاط كما بين ذلك قبل لحظات لا داعي لإدخال مقاطع واضحة عنهم. تجربة الآلات الآن نشاط خامس سنحاول أن نبين دور الهضم الميكانيكي، التحولات الميكانيكية، لذلك سنقوم بهذه التجربة. إذا سنضع في كلا الجوبين عصارة معدية، العصارة المعدية الأولى والعصارة المعدية الثانية، لكن سنضع في الإناء الأول قطعة لحم غير مفرومة، قطعة كاملة، بينما في الإناء الثاني سنضع قطعة لحم خضعت لتحول ميكانيكي بصحة كبيرة، لو سنتكلم سنأخذ هنا قطعة لحم مفرومة، ونلاحظ النتيجة. النتيجة كما سنلاحظ بطبيعة الحال، قطعة اللحم المفرومة تحولت بشكل أسرع إلى بطبيعة الحال بناء على قطعة البروتين تحولت إلى جزيئات صغيرة وهي جزيئات أحمر أمينة، وبالتالي فهي جزيئات ذوبان في الماء. بينما قطعة اللحم التي لم تخضع لتحولات ميكانيكية أخذت شيء من الوقت. نتيجة البداية بطبيعة الحال اللحم المفروم خضع لتأثير أنزيم الكتيل بشكل أسرع وأفضل بطبيعة مما هو عليه بالنسبة للحم غير المفروم. إذا التحولات الميكانيكية هي تسهل التحولات الكيميائية، تسهل تدخل الأنزيمات لكي تحدث تلك التحولات التي أشرنا إليها قبل لحظات. إذا الحل المشكلة التي ذكرناها في البداية هي الهضم عبارة عن عملية تفصيل جزيئي للأغذية، ينتج عن هذه العملية أغذية عبارة عن جزيئات صغيرة ذوبة في الماء وقابل للاستعمال من طرف الخلايا، لأن يعني المستهدف بالأغذية التي نتناولها بطبيعة الحال وهي الخلايا، تسمى هذه المواد بابا كيتوريا بطبيعة الحال كما شرحنا. ما ينتج عن تلك التحولات الكيميائية؟ جلوكوز بالنسبة للسكريات، أحمر أمينية بالنسبة للبروتينات، أحمر دمية بالنسبة للدميات، الماء الملح في الفيتامينات هي أصغر جزيئات صغيرة لا تختار لتفصيل الجزيئي كما نلاحظ. شكرا على انتباهكم وإلى درس القادم إن شاء الله.